الجسر العظيم هو الذي يحفظ وطنه أيضا من كل شر. وقد كانت هذه هي السمة في احتفالنا هذا اليوم، فقد بنيت هذه الثورة على هذا الفكر، فكر الله الواحد وأيضا فكر الوطن ثانيا. لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الحقيقي للبناء، وهذا ما نراه عندما اعتلى الفرعون الجديد وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرسي رئاسة مصر. هذا الفكر وجمع قلبي الأمة ووحد بين قلوبهما، وعادت هذه الروح الجديدة التي كانت فقدت لعدة سنوات. ولذلك نجد أن الله كلل مصر بالنجاح وكلل مجهوداته بالنجاح، لأنه استطاع أن يمحو من قلوبنا جميعا كل ضغينة وكل حقد كان دخيلا علينا، سواء من بعض المغردين، ولكن كانت هذه هي الخطوة الأولى للنجاح. قد رأينا منذ قليل العديد من الإنجازات، وهذا ليس بجديد، فإن أجدادنا الفراعنة هم أصحاب الحضارة، هم الذين بنوا الحضارة 7000 سنة. وهذا فرعون الجديد قد بنى حضارة مصر في 7 سنوات، وهذه الحضارة قد أبهرت الجميع والعالم كله وقف أمام هذا البناء العظيم. وكان السبب في أنه استطاع أن يوحد قلوبنا جميعا، وكانت هذه هي الخطوة الأولى تجاه النجاح. أحبائي الكرام الحضور، أقدم لكم تحية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم صاحب القبطة والقداسة البابا المعظم الأب بطرس الثاني، وباسم شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الكرام المكرم الأب مرقس. أقدم لكم التحية جميعا وأنوب عن الكل شاكرا تعب الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، وأشكركم جميعا على هذه الاحتفال، على هذا الاحتفال العظيم الذي جمعنا جميعا لنتذكر سويا ما فعله أجدادنا في هذا اليوم العظيم. تحية لكم من هذا المكان المبارك، هو بيت الأمة الذي يجمع الأمة جميعا. والسلام لكم.